أنا اللي ما تغاكلني والبرنامج المهم مش تجي ذا ونزوانا ما نتورى نغني كنت مذكوم من شعاع نيشان مش نعلن خل برنامج أليري مباشرة الدار زي بلدية أزمغان مرحبا سي بابا ومزغنغان مرحبا سي مربى جنة غيدي سي نزب جمادي الغاو جمادة وستي مغل البرنامج مش تجي ذا ونزوانا ما نبدأ كنت مذكوم من شعاع أقفي الدار كي هم سنتازي البلدية مزغنغان وتقابل سوى الطاس ليك مثلا غير نفس وجدن باش نسوجد امرقيه ودير ان شاء الله يجو مرقيح ينجح ويجو الطاس ميم خنبال نمرب بجنا غير جن اجمالي ومن تقابل سوى الطاس الرئيس البلديه سي سلام عبد القادر مستشار ورئيس بلديه زنغان تغي خصك يلغي حبار ولكن نقف في مهمه ان شاء الله تقابل سوى الطاس خالي بطهار نتايدن غيس مرقان نتايدن غيس مجدن ينجيون باش نسعدو البرنامج واخا نهار الحد البلدية مزغنغان تعزم في ورا الناس البرنامج مش تجيد او نزوانا ما نبدا كنت بدهم من شعاع يجو قادي مغار يمغار سوا الطاس اللي تمثل غي جندي على الرباط يزوانا نغدير خدمت ومثل بوم كوسي دويتش مثل حافي دار غيب كي نغيويان زير خو اثنين يمرب جنا الطاس الطاس يعني انت فاري في النغ انت في الكورنيش النظار النظار طواف اوروبا انت في ديس الطاس من اللغات الطاس نير سول الطاس نيت مثلا غيدوسين جبت مارين باش تحضاني كي نغزاني تا دين المرقيت المهم اللي نعدو نتا اليوم الوطني للجالية المهاجر نغلي مغاربة العالم نغلي الجالية المغربية يجمواز سلمتي لي بيتو جديد النغ يزدين هام 13 لان يمرقى داك العيرة مزيان ثانيا ديني جو مرقي النغني يمخرق ويتهم الجالية المغربية سوى الطاس يمخرق مغاربة العالم ورهانة التنمية أية مقاربة بالآفاق انتيومي بالاستثمار حضان دايس إذا اثنين يمرقيت المهم من سوى الطاس ولكن قبل أبك شغوالي ومثنغ السي بغداد نسني إلا قانا بغز غنغان يجل منطقة التاريخ يجل منطقة دايس الإقامة الملكية دايس توسنس يمجاهد النس توسنس تاريخ النس إيجن سمينوت اختاريخ موزغنغان باش أنا تفنيشان غال بلدية موزغنغان دو سوجد الناس إمرب وجمنا غي جانا جمالي ومن التاسي نجيوني كي بي جان دانيتا إن شاء الله هنتسنم مرة كي بي ومثنا غن في النوع بعد بغداد يجان نايب الرئيس البلدية موزغنغان ومثنا غن الحاج جنغ تخليخ شكس والتاس الحاج بوجيدة محمد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس المجلس الإقليمي السابق كاين اخواننا غيث مثلا علي النعناع عضو دي البلديه وفاعل جمعوي السي العمراوي احمد مدير مؤسسه بنكيه زبليمان طاحا بغزيج طاحا بغز الاستاذينو تيتاي الحسين جا استاذ جامعي للجامعه فرانكفورت دقيار الاقتصاد دور وجمكرا السي بوحجار الاخوان الغنيه غير غير راسنا غير نوض الميكرو غتقدم لي خمسه منين اذا يجمع ورده مزوار هذوك شي سير في النوع يجمع ورده مزوار الله يخليك اذا عاريت ماشي باش تحسن بدا هكدا البرنامج المهم باش تجي او نزوال عليك بسم الله الرحمن الرحيم للبداية تفكر لي قضي يمغار يتمثل اليمين شعاع يدوسين غير بلدية أو مزغنغان باش تقدم البرنامج إذا تمان سي ولان غي تعيش من الخارج البرنامج إذا جاء اسم ما يخدمش له ونيزوان أنا للبداية اللي سامحان اللي يسمح وكشمات من اليمين شعاع باش تخشري من وذان التاريخية وزغنغان أزغنغان تغا قبل 1909 قبل برشاد اللي حاول الاستعمار الإسبانية ديال تبع المنطقة تغاتي جن تجمع سكني ثم 1912 استشهد الشريف محمد أمزياني قمت سمية معركة في 1931 إصبح مركز مزغنغان دايس 12 هكتار مساحة حسب قرار الصادر دي 10/10/31 ثم دي عام 59 إصبح يجن مركز مستقل بناء في الظاهر لديزدان دي الوقت النين وبعد ظاهر الميثاق الجامعي ديزدان دي 76 يصبح مركز مستقل يسمح يكسي اسم مركز مستقل مزغنغان في 67 يصبح المساحة 500 هكتار بناء في المرسوم الملكي تفغان دي 67 ثم دي 76 يصبح المركز التواسيات 11 ان العضو بناء الميثاق الجامعي في طغن ذي الوقت ثم يتوسع المجال النس يصبح بلديه جماعه حضاريه
في 1992 يتسير 23 عضو منتخب. وديك 2009 بعد تقطيع يزرى الدولة المغربية يصبح يتسيارات 27 عود 25 منتخب ثم ذيس اثنين انتمغارين أصغر من النغ معروف يتكابت ابن بطوطة دي الرحال المعروف رمي يعقب سي تنسان باش أدراح غار طنجة فأزغمان إسماء ذي 16 كوريجين مكيقا ولكن معظم من الرؤى قط على أنه إمسقان إغزران أما يمسن على أنه أزغمان ذي اسم جمعة إغزران أدقى ذاون ذي البرنامج بعدكم دعوة عشان نهار المتمازي يختم رب وجنة غير جنة الماضي وبالا قيد الله المهم قيد لي وديك واحد المهم سيدي ما شاء الله تيغضهم على خير نسني الله غاو مرقص تيغو فوق الخبور نسني الله الضق وزم الجديد ما شاء الله وظل مرقص مضيع خيانة بالدزيرة وخم يتكو من دفع العبور غاو هدف عملية مرحبا وليس هو مرحبا 2013 يجي العملية قصح سوى الطاس ويتيري بنادم يوحر سوى الطاس ويتغيما 6-7 ساعتين نسيتي زي المنبرة زي البرنامج باش تجي داون زوانه مال ديال الوزاره الداخليه بالخصوص ادكنت زمالي انت درتي زمال بصح واجين قراسي ومرب وجرا حدا توضض الدروج داير هذيك معلش ولكن تحس في قبره انت يلا هو نفك حتى عمليه العبور من النغديس وبالخصوص السبوسا اذا القرغيات مثلا اذا بصح حسان تبع على البرنامج كاينه تقادر سوا الطاس المصور للبرنامج الموقع الالكتروني اصغر.net يعني واتبع لك البرنامج يمكن هذا مصوضا خبريد من البرنامج صوتا وصورة تقدر سوى التصين وجيواني كيدي جان داني تابت كش غوال الحاج النغ السيبو جيدا السيبو جيدا مرحبا بك حضار تريني برقيتن حضار اليوم الوطني حضار برقيت الاستثمار بروج واقرا الله يخليك إجنا عرين نشخي مرقيتنا فغور إيه لازم تكيل شكرا أختنا لامينا أولا السلام عليكم في الزمن اللي كنا هنا نستمعنا وادي بشي ناس بوساعة المغرب هذا تمني رجل إقامة صباحي الأخوان والأخوات نغي في الزمن كيش بين سنة بطفون شي نسا واحد بقان الاستثمار بين الكذا وبين وادي كل وشان طيب لأن الإنسان بدي تسد يا أمد الله الأخت بينا بدي تسد يحدى لا بدي تستضرنا تستضرنا نزمان ولكن الانسان واش يدي واحد قال لك 6-7 ساعتين تيتراجع ما تيتفاهموا عنه عاد تهزوا هذا اللي راح هذا السهل المأموريه كان مشكله مقرب هذا بروحه كيف يوقع لك 20 سنه شي ما في الاستقلال دار دورو شي مازال غلط ديال الحداده بالانصار ما تعقيب ديال الحداده اللي كنت ولات سيارة السيارة شو الطماط احنا ديال الغيط حنا دوزت عندنا شي ثانية لان المشكلة انا جدا ديال العبور وهو الفضاء ما جا والو حسران اما ما يتعلق بالاستثمار حديث ولا حرج ولا حرج والله العظيم البيروقراطيات فرقتنا الملكي ديال ارحب طبعا مش تقدر تقسم الميزان شويه حكم سوا في الاستثمار لا يوزن على 7 سنين مازال يوزن ما يحكمش يجوا سبانو 3 سنين مازال ما يحكموش 3 سنين الملك لما يلقى المركز الجهوي للاستثمار غير انا نشين ديالنا تحضر على المركز بصح الشوار هنا فتح عبد الله اجتماعات احرار ضاربه فتح الله قوينا في المحكمة تحضر البلدية تحضر الوكالة الحضارية تحضر تحضر حيث أن ما نشرح حكي من السيب سنة سنة نبينا من سنة الضريبة ما لي عمس ما نسلق ماذا شك إخوان السنة شتوى سنة مطابقة الاسم لنا إنسان عز وجل ذي الناس ربما الاسم كذا أن الناس مطابقة الشارع مطابقة الشارع تحضر إدارة على ناشين هو مطابقة الشارع يعني ما خصت استثمار الاستثمار ذاك أنا فهمتيني يعني نساور وها ملي راسي الوقت بينا قال فهمتيني ديال الدول المغرب الاعلام غاز قيمه كل شيء مالنا شان الحاج مجموعه يا غير تبارك الله كاين شان الحاج في الاذاعه وغنغيس واخا ما تغير واش وزير الاول واش كذا في الاخير فما تلقى الاولى في اللقاءات 20 سنه شي تلقى ليس فوق وامن زيد او واحد تيس بس الدوار ويتيري بوينا ويتيري بوتري راس بس الدوار تلاس نستيو نص الكلام وحوار تحتكر ورد بشريك وقت بينا البداية ما تسمعي الزن طرح بوكسي وجوني كين غيجان تقاضي خطان سوى الطاس من البلدية تقاضي ثان الرئيس ان شاء الله نسيتي من بيجو من قيل نغريتي للرئيس سعد القناة سلامي حضارك هنا
قيس حسيه لغي البرنامج ان شاء الله غادي ندير شي سبيسيال نغني ديال اللقاءات. وامينه شعاع التكيو ان شاء الله دي الاذاعه ابتداء زمهان 20 زي مركب الثقافي غنغي لي ستوديو السين ان شاء الله المده من المهرجان ان تكمل. صحه بصميم ويعقوب يوسف يحفظ كيبان البرنامج ان شاء الله الدكتور يوسف ويعقوب ان شاء الله يسحس الله غير ناس حسن تبعنا كي البرنامج قال لقدس غنغان نيشان زي بلدي مزغان نستور في البلدية المزغان دو سوجد الناس يكمل ناغي التدفن وكرحة للنميتة شكد العضو من البلدية شكش غوار يعني ما كان شكل نوعية المشاكل اللي غاوة التاسل لأن السنة لدي المشكلة الومان لدي المشكلة الوطفة لدي المشكلة الرخاص من البناء لدي قضايا قانونية لدي انتصن تنسرين يعني ما البلدية تبقى شكد مزمار وعلى حساب مين سرين بأن البلدية زي موشي سوجدني جل مكتب زخار ربي قبل غادري الخلية العملة مكتب يتوخص الجالية المغربية باش تسمى تعظم من المشاكل تعظم من مساورة ونظام البيرة وثنو ومثل العالم نعم. بسم الله أول شيء كان يبقى بلا مشاهدة الله بنا شعر في سيما كان هذا أولا تشكالي رفض إخوان الغور من تأخذ السيبو جيدار الحاج مدار والسيبو خجار إخوان سقاليخ من البنكويل والجنطع السيد عمراوي زجالي ومدار إخوان أعضاء البلدية مارا ولنا نش قبل أسوأ الوضع سويج العقيد محاش تتمة في بخصوص الحدود ولنا سي تشكال تس سي وجدة ثمانينا شقية كذي مقطعية ولنا أن الحدود مازال عاد ينبري سي فرونتيرا مع الأسف ولين يوليش يجي الاهتمام العمال الخارج كافسن خاص مساكيرا التاس احنا جعلين زيادة وتعند أبشر طبعا الباسابور تتغيمان دينيتين ثلاثين ساعتين مازال عاد مشكل عام ويتحل وخالد أنا بعد من وضعنا نوعية المشاكل المشاكل توقع عن حاليا بالبلد السوق خفض في الحدود من السوق البلدية أول بلدية بلد بسداء عشنا الغامض يزمو خالية ثارة تطلع على روما خارج من مختلف أنواع المشاكل مثل البناء مثل الشكل الكواكي الشيء مستقيدا يجب استقبال الأعمال بكل صراحة وتصدرانه ولازم مثلاً في الوراء وصاحب زاسون حاجة وين زما حليت مشاكل بشمس حاجة وين زما سكيت على العمالة حاجة وين زما مثلاً سكيت على المشاوية يعني نشتنا إذا العمال خارج تاني نضرب قرار ونش كم يسوى لنا بعد نش شما بتير غار العمال خارج عم بقى نقتل غاز في أقرب وقت ممكن والمشوارية في البلد مزرعان يعني تحلل المشاكل ومن ثم ورثينا لان المشاكل تحل بعض المشاكل الحدود ما من ناحيه الشكايه من ناحيه المشاكل الرخصه ولكن المشكل تحل هو ان الفرونتيرا والاستثمار من ناس الحاج الاستثمار مازال عاد الاداره خصها تسير قانون مشوار باش تعمل المشاكل وثانيا تخسر تخدم الدقائريه وتفهم المشترك يعني ان العمال الخارج تصغانو بدنا من تخصني العمر خارج تاع حافز الزين لا باش تسير التوليات ولكن تسير التوليات واش تقول تخصني الى التوليات واش تقول واش تعالي بالما تخلي صوت تاس ومدنا عضو في البلدية ومدنا علي نعناع هذا الغوالي ومدنا بحجار الأستاذ منا مولا قابي وعضو السابق للبلدية مصدقين سرعش كلا تحضار اليوم الوطني تحضار للقاء وخسر وجه وقراء احضار وزير النقل يعني القراءة الموضوعية المهمة تقرم وبالنسبة للبلدية المستقبل لأن السنة غير بوز من غير جد عادة ضمقرا لمربو جنة غقين داني تزدرن سيب أحجار مقبل شكرا للأخت الأستاذة الحجة فاطمة الحجة أمينة شعاع للبداية نشكركم ونشكر البرنامج بعيد حوالي 2 عقود البرنامج الناجح يتقرب المرة الهموم أن الإخوان يسمعنا إذن ذي خمسة القارات لنخ من القاج الماضي وما نلقاش أوروبا بها فلذلك إذن برنامج ناجح يستحق كل تقدير والاحترام والإنصاف لأن دائما تبعيث ودائما يجب برنامج من البرامج في الحقيقة متنوه زيز فيما يتعلق الاستقبال الجالية اليوم الاجتماع للعمالة أعتقد الإخوان ليس بقن لدي العمالة لذا أن الكثير حول الاستثمار وحول مشاكل الاستقبال لأن السنة دون سنتين استثنائية للمشاكل العبور فبنين صارها صار مع المعابر للدخول مع المعابر للخروج استعمال مدير جهوي معبر واحد للدخول ما يمر
هما اللي وقع التقنين اللي وقع جنوب ضد القرار اثنين غاروا بين الحاق السيارات سي مريج بعد افلاس الاسطول السفن المغرب دي بنصار وكاين مشى العدد اللي نشوفوا الكسين الاخوان غار بنصار كان مريج السبب دائما ارتفاع ثمن التذكره لا للسيارات ولا للركاب لا للطائره ولا للسفن إخضار الإخوان الكمريج ولكن مثل حاجة اثنين وربع متابعين يجروا مع بعض في مدينة مئات السيارات وآلاف النيوذان وأمها غاسة الربطة اللي تفوش الحارقة خلاف إسبانيا تروش رسن السيارات يشرسن مدينة مدن استقبال المرافق الصحية إلى آخره ما يتقننا يا مدير جهوي لأن ديني أكثر من 100 ولا 150 لوسط السماسرة جاء الحدود بنينسا الحدود المريج استعملتني دولنين كوسطة ثورتني الخضرات يشنس الكخوات تحت عمارة الضد يتزدكي سيقارة هذا ديالنا مريك قل ساعة ساعة ونص نين ساعة نظيفة إني وايت قسمت لمن 6 7 ساعة وما يقيس في السيد العامل ولا المدير المركز من دار المهاجر ديال الناظور ولا الرؤساء المصالح والرؤساء المصالح الأمنية يكسين تقارير دي التصاريح مرة منا لا نزايد على أحد ولا نبوش الحاجة زيادة من عندنا وإنما هذا واقع أضيف إلى ما يبني فك عند المطار أيضا بالإضافة للتذكرة من طائرة المغرب أغلى تذكرة دي العالم أحيانا يتوقع أن الارتباك مئات من وذان إذن يتكمل لمدة ساعات كثيرة ومطار العروي اليوم نهاني ذا مطار الثاني بعد مطار محمد الخامس الضابطة من ناحية الولوج دخول والخروج للمسافرين ومع ذلك ما زال ولنبوش الاهتمام خاصة ذي الدروة أيام الدروة أيام ذي توقع الضغط في المطار نعم ويتوقع بوش الاهتمام المشاكل السنية عن غياس الناس نقل الحل من الجالية عامة عن غياس نسويتيرين مديرة من دار المهاجر سرطاس المشاكل التي تغاد فهو سرطاس ولكن وقت تقدم لديش الإحصاء شحال مشاكل الصحة شحال مشاكل المحافظة شحال مشاكل الدرك شحال مشاكل البوليس تحل المهاجر ديوسين باش نهاني ذاك غاسن دار المهاجر تهتمس الملفات المهاجرات والمهاجرين فلذلك نهاني ذاك بعض المصالح سأل السمعة للمغرب حسب من أسنة وكيعان المهاجرين حل المحافظة غاس المشاكل من سنوات وسنوات الناس الهجرة المدير من الجمارك الجهوية إقالته لأنه يفشل إذا تتنعمود إذا الجالية نهار 31 يوليو عن ناس نعمود حجزنتن حبسنتن قلس المحاضر سكنت على المحكمة ومن ستدي العمالين نشلع الماله ويقابل الجارع إدواء مدير جهوي ويقابل الجارع إدواء سميتو في هذه المنطقة الجهوية لا يعقل وبهذا يصرح بأنه المسؤول فلذلك من يوقع ذي المحافظة من يوقع ذي الجمارك بن نصار من يتوقع الوقاية المدنية توقع حوادث أبناء الجالية أول الناس المتأخرين وخمين يكسي في حالة الإغماء واحد العادة الحالة ويتعرض ناقشة السنسلة تحرد ناقشة قرمت وناقشة قرطر المليح وناقشة مدية مرة حالة الإغماء وتسدي وسبيطات اللي فتشن تلتريك سنس فرشي فلذلك نهاني ذا بعض رؤساء المصالح فاشلين يخصي استبدالهم بعناصر غيحل مشاكل المغاربة مرتد فعلا وزارة الجالية المغربية والحكومة المغربية تهتم المغاربة شو تهتم الجالية وتهتم شبس الأوروني ترجمة دولية قد تهتم فيما سبب وتهتم الأورو لأن توقر عشائيهم ومستشائيهم تستموا بالتعمارة سال الأورو ذي متوالتزاد وميوقع الأزمة الاقتصاد وزير الجالية المغربية تغاس أولوية ذي المغرب إذا صدق النظوة لأن النسبة ذا بقرات الجالية ذي خمسة القارات ما تصير النظوة ونلاحظ علينا ما تصير نتركوها وتأسف سير البحث كوزير النقل ووزير التجهيز كان يصالح ذا نهانير ذي العمالة وذي حظا وذي جاوب في الأسئلة لأنه في اعتباره مسؤول عن النقل الجوي والبحري والبري ومسؤول أيضا على قضايا كثيرة كان يخسر يجاوب ذي المجال الاستثمار الذي يجاوب الإخوان في المشاكل غاسنقان مع الأسف كان حضور سياسي حزبي لمسائل خاصة بالسيد الرباح ويازم كل مجال يوذان باش تسألن خواب العداد القضايا كان ممكن لا تكلفوا مش الميزانية يصير رباح ولا غير جواب الناس أتحلل ومع ذلك كإجن للقاء
مبرمجة بعارويت وما يتحول غايج من كثر المطارات وما يتحول الجالية المجلس العالمي للجالية المغربية ثم إلى أشياء أخرى. يعني تداخل لوح العدد الحوايج الذي جوا يفهم يتسمى الحصيلة من المجيء من سير الرباع. نشر هاي إذا من دقة حسب إن الحج في بغداد في النوع النبذة ذلك هي مهمة وفي حتى غايج البلدية ولا غايج الجامعة ديال إقليم لأن منطقة جهاد وجن جماعة يصدر دايس الإقامة الملكية العامل الكاتب العام النواب البرلمانيين يعني يجن النخبة الطام قررت زيارات ملكية زيارات ملكية خلال منذ تعالي صاحب الجلالة العرش الملكية المغرب ولكن واستفد شعب شنو الجماعات الأخرى ما نروحها بننسى نروحها سلوان نروحها زايو نروحها راس الماء نروحها عاروي ما دافش عندنا نجلي استفادات تنقرض نشارهم مين يخيش الحاج وقذا الحاج معنا وقذا الإخوة المرة الإعلاميين 62 إغار إلى اللي جيش الورقة النار وشنا إخوة الجمعية العمال الخارج إغار نفضي حي ولا دي حيا ما زال برا يمان ما زال برا الزاوف ما زال برا يبريزان باستثناء من إيجا تهمي العقل الله يجازيه بخير إعلان شوية بريدة الخرجة يتسمى الجهة الغربية يربطي تلك الطريق الساحلية ولكن تثني لعامة الناس وكشي السكان أقع ولادي حيا ما زال قيم برا يمان برا الزاوف برا واد الحر برا الإنارة العمومية بشكل مطلوب أضيف إلى ذلك نهاني ذاتين غارين ولادي حيا ديال يزن ولادي حيا ما زال عاد خطى الغرض صدق كويان ما زال عاد وغاسبوا الحرب وتعدى واجب تطهير ضمن الفاكتوره ممان امام هائله ما زال عاد وغاسبوا ومان ولادي حيا المره لان طلب مليون فرانك وزياده في حين البعض لان فاكتوره اخرى تطبق غير 3000 درهم فالوالدين يقول مساواه للساكنه البلديه رغم اننا شي محظوظين غافلين المستشارين دي الغرفة الثانية غان خرج المجلس بارك الله ليش العدد نيو دار غاسم تجربة غاون لي قدر 30 سنة ولا أكثر فلذلك حان الوقت لنا 62 واحد هذا الأسماء أهل نشار وأهل نصور سي الجالية عاد وغاسم لا يمان لا سرف لا يبريد لا وضحى فلذلك حان الوقت باش العمالة ولا المصالح الخارجية ولا وزارة الجالية هذه لإجن التعامل جدي مسؤول لتشجيع الجالية أذكرنا المرتبطين لك الوطن نصر للإقليم نصر أضيت إلى هذا نتلاحظ أن كل رمضان نسكن بعثة العلماء المرشدين المعيدين تقن دروس المساجد الخارج ولكن باش ناريو دار غوبريد غادي نزل غادي نذهب للملاكي غادي الوسطية ولكن الجالية المغربية باش نحنا الدين الإسلامي سنسقط الضرية الإسلامية والضرية الوطنية وتاريخ المغرب وجغرافية المغرب واش كيقول البعثة الثقافية الأساتذة المعلمين اللي سقطوا في الجالية السميح أختي الحاجة أقارن السواد بسم من الأعماق غير طرق الإقليم النخ غير طرق الوطن النخ وغير طرق بلدية الأسنغال بالسكان شكرا السميح سي المناسبة للمذهب الملكي دخل في التواصل المواقع الإلكترونية تهتمان باش تساعدون البرنامج قرر فعلا البرنامج اللي عدوخ زغنغان الكوانات تقدروا ما تنقصي زيتي محمد وتقدروا مرة المواقع الإلكترونية تسجل البرنامج وتسعدون ولكن الله يجزيكم بخير تسعدوا جل البرنامج نهان الحد إحضارك علامة من العلماء سي شعاع القذار الله يخليكم التعاليق تقيم أرجوكم وأرجوكم أتقيم تعاليق دين بونشان سن نشين ما تسعدوه السلفيين غير نسعدوه السيد إحباركين غعالي من العلماء إحباركين البشر يبارك العيد وحضامك من ذا المغنيغة يستورون خل مهرجان انت لم يبارك لن مهرجان ولا أكتين يستور خل العيد وصلة الأرحام الملازمة العيد الله يخليكم المواقع الإلكترونية أولا أفضل إنشان الشين كإذاعة الله يجزيكم بخير وكبرنامج إخصاص نحظى إخصاص نحافظ إخصاص نسمي الغنيمين الله يجزيكم بخير لأن أولا نتسلي شو حدنا ونسي وشو حدنا فالسواد غالعالم يكمل نهارا يعني الحمد لله التقنيات الحديثة يعني قاش بيتده نشد ربي سلمين تكمل
اذا تقال لي صوت تاس مار اللي درس حسان وتبع انا كاين غير برنامج هذاك الشغواري الاستاذ سيتايتاي استاذ جامعي كاين غير حضار مرحبا بك.